داعش مصدر تهديد، ومهمة التحالف الدولي لهزيمته بشكل كامل في العراق لم تنتهي بعد. موقف أمريكي جاء على لسان السفيرة إلينا رومانوسكي ضمن مقابلة مع رويترز. التصريح فند بشكل صريح ما يردده مسؤولون عراقيون كبار من أن التنظيم لم يعد يشكل تهديدا للبلاد، وأن الحاجة للتحالف الدولي لم تعد قائمة. موقف العراق هذا يراه مراقبون انعكاسا لرغبة أطراف سياسية معينة بعيدا عن التقييم الاستخباراتي للخطر الذي يشكله التنظيم الإرهابي. تقييمات واضحة انخفاض خطر التنظيم الإرهابي، وقيادة العمليات المشتركة تقوم بعمليات لملاحقة يعني خلايا التنظيم الإرهابي بين فترة وأخرى من أجل إدامة النصر العسكري. لكن المهم في هذا الأمر أن يكون التقييم فني استخباري عسكري، وأن لا يكون هذا التقييم سياسي في ظل وجود مطالب من قبل بعض الأطراف الداخلية المرتبطة بالخارج بقطع العلاقات العسكرية ما بين العراق ودول التحالف الدولي. تصريحات السفيرة رومانسكي تستبق زيارة سيجريها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف نيسان أبريل القادم، والتي سيحاول فيها السوداني إقناع الإدارة الأمريكية بانتفاء حاجة العراق للتحالف الدولي، وأن تنظيم داعش لم يعد يشكل تهديدا للبلاد حتى مع استمرار هجماته في مناطق أخرى خارج العراق. إلى ذلك يؤكد مراقبون للشأن الأمني رصدهم مؤشرات على عودة محتملة لنشاط داعش، لا سيما في المناطق الحدودية الغربية من البلاد. على الرغم من الاستقرار الأمني النسبي والتأكيدات للأجهزة الأمنية، إلا أن هذا لا يعني انتفاء وجود هذه التنظيمات الإرهابية بشكل كامل، والتي لربما تنشط خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وهذا يتطلب بكل تأكيد لضرورة أن يكون هنالك حذر ويقضى من الأجهزة الاستخبارية. وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد مطلع العام الحالي قدرة القوات المسلحة على حفظ الأمن والاستقرار وصد تهديدات تنظيم داعش التي لم تعد تشكل خطرا على الدولة العراقية. تحول المواجهة ضد تنظيم داعش في العراق من البعد العسكري إلى البعد الأمني يتطلب جهدا استخباراتيا تدعمه تقنيات الرصد والاستمكان والمعالجة حسب مراقبين، الذين يرون أن تلك التقنيات لا زالت تعتمد بشكل أساس على قدرات التحالف الدولي. ضياء محمد، الحرة، أربيل.